السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلبة والطالبات. محاضرتنا الخامسة بعنوان السيكونس أنسيريس. دكتورة دكتورة نعام جزئين المحاضرة على جزئين حتى نعطيها وقتها والشرح اللازم إلها. بس رح نشرح عن السيكونس المتتاليات. المتتاليات أنا أعطيتها هسه بالبداية أمثل على شنو إن المتتاليات. طبعاً إحنا نتذكر إنه الصف الخامس إعدادي يمكن أنا شفت عندكم ماخذين موضوع المتتاليات، فلهذا أنا ما أعطيت هواي شرح عنها، بلشت بالمثال بساعة. أضاف أن الدكتورة همن هواي أطت عليها تعاريف وأمثلة محاضرتها. هنا عندنا هنا مثلاً الأول مثال إنه لما المتتالية أي إن إن لما تروح من سونا واحد إلى ما لا نهاية، مثلاً أخذناها إنه سالب واحد للأس إن زائد واحد، فنيجي نعوض عن كل إن بالعناصر أو واحد اثنين ثلاثة إلى ما لا نهاية، وهنا النتيجة إنه طبعا سالب واحد مرفوع إذا مرفوع الأس زوجي أو فردي فرح يصير بالتناوب. زين، إذا في حالة إنه مثلا هنا مثال ثاني بأن سالب واحد مرفوع الأس أن زائد واحد مضروب بأن تربيع، هم نجي نعوض عن كل أن بقيمة على حسب واحد اثنين ثلاثة إلى ما لا نهاية، فتطلع لنا متتالية من الأعداد، متتالية من الأعداد. إذا إحنا نجي نعوض عن قيمة n بالمتسلسل اللي عندي تظهر لنا مجموعة أعداد اللي هي صح ولا متتالية. هاي المتتالية طبعاً أما تكون متزايدة أو متناقصة. المتزايدة إنه في حالة إن رقم التالي يكون أكبر من اللي قبله صح ولا متزايدة. لما الرقم التالي أصغر من الرقم اللي قبله يكون متناقصة، وهاي هم أمثلة عليها. نجي ننتبه إنه شنو هو المتتالية. أول شيء نقسمها إلى متتالية حسابية ومتتالية هندسية. شلون الفرق بين طبعاً المتتالية هي مجموعة أعداد تفصل بيناتهن فواصل، هاي سويتكم إياها بالأحمر، تفصل بين أعداد تفصل بيناتهن فواصل. بين هاي الأعداد أكو علاقة، يعني هي مو مجرد أعداد وتجي تكتبها، لا، علاقة بين هذا العدد الأول ويا العدد الثاني أكو في شيء علاقة. فانقسمت المتتالية إلى حسابية وهندسية. شنو الحسابية وشنو الهندسية؟ الحسابية لما نجي هنا نشوف أي أول عدد، يعني الحد الأول صح له، أي زائد دي هو الحد الثاني، أي زائد 2 دي الحد الثالث، الحد الثاني ويا الحد الأول بشنو زايد عنه؟ بدي اللي صح ولا الأساس. الحد الثالث عن الحد الثاني زايد بدي، بس زايد عن الحد الأول 2 دي. إذن هو إحنا بالمتتالية الحسابية لازم نعرف شنو الحد الأول وشنو الأساس اللي رح نزيد. الحد النوني نقدر نطلعه إنه شنو الحد الأول زائد بين قوسين ن ناقص واحد حتى نعرف هو الحد النوني. أنا أريد مثلاً حد السابع، فن ناقص واحد يعني إيش قد هسه؟ سبعة ناقص واحد ستة، ستة دي. المثال هاي هسه واحد المتتالية واحد وأربعة وسبعة وعشرة. لما نيجي نشوف الأربعة عن الواحد إيش قد فرق عنها؟ ثلاثة. السبعة إيش قد فرقها عن الأربعة؟ ثلاثة. العشرة إيش قد فرقها عن السبعة؟ ثلاثة. إذن الدي هو ثلاثة والحد الأول هو واحد. أقدر أطلع أي حد تريده، حد العاشر، حد العشرين، حد المية. أنا مجرد إنه أنا أعرف الحد الأول والأساس اللي أشتغل عليه أقدر أطلع أي حد. هاي هسه متتالية حسابية. هسه نجي على المتتالية الهندسية. تفرق
انه على المتتالية الحسابية انه الحد الاول والحد الثاني، الحد الاول اي، الحد الثاني اي ار، اجي اقسم الحد الثاني على الحد الاول يطلع لي ار اللي هو النسبة الصح، الحد الثالث على الحد الثاني ايش قد هم يطلع ار. عرفت انه احنا لما نعرف هسه بالمتتالية الحسابية المهندسية لازم اعرف الحد الاول والنسبة. شلون اطلع النسبة؟ هي الحد الثاني على الحد الاول، الحد الثالث على الحد الثاني. وشلون اطلع الحد النوني؟ يو ان يساوي اي ار ان ناقص واحد. لما هسه مثلا شوف هسه لما يو ان مثلا اريد نطلع الحد الاول، فيو واحد يساوينا اي ار ان واحد، واحد ناقص واحد صفر، يعني ار الاس صفر واحد، فيطلع لي اي. لما الحد الثاني اقدر اطلع باقي الحدود. هاي مثل الاكزامبل اللي قدامكم 2 6 18، اجي هسه 6 اقسم على 2 3، اذا هي النسبه 3، 18 على 6 3، 54 على 18 3. اذا اميز المتتاليه الحسابيه عن المتتاليه الهندسيه. المتتاليه الحسابيه هي عباره عن اساس اضيفه الحد الاول، اضيفه لاساس يعطيني الحد الثاني، اضيف لاساس الحد الثاني يعطيني الحد الثالث. عرفنا؟ اما الهندسيه المتتاليه الهندسيه اقسم الحد الثاني على الحد الاول تطلع لي النسبه وهكذا. يعني انه من اجي اريد اكتب المتتاليه اعرف شلون هل هي حسابيه ام هندسيه. هاي المتتاليه اما تكون كونفرجنس او دايفرجنس، يعني اما تكون متقاربه ام متباعده. شلون تكون متقاربه؟ انه لما اخذ لها الليمت للمتتاليه تقترب لي الى عدد، تقترب الى عدد. تكون دايفرجنس لما تكون زائد او ناقص ما لا نهايه، يعني تعطيني انفينيتي، او اصلا الليمت تكون غير موجود. فانا هسه كونفرجنس لما الليمت يعطيني عدد، والدايفرجنس لما تكون عدد غير منتهي بالسالب او بالموجب، او تكون اصلا الليمت هي غير موجوده. هاي امثله اعطيتكم اياها. شوف هنا الليمت اسعدي، تذكرون بالمحاضرات القبل شلون اخذنا الليمت وشلون تعلمنا واحد على انفينيتي شي يساوينا صفر، واحد على صفر شي يساوينا انفينيتي. وكنت اعطيتكم ملاحظات تنتبهون عليها. هاي الملاحظات نقدر نحل بها اي مساله، يعني دائما نعرف خليها ببالنا ان واحد على انفينيتي صفر، واحد على صفر انفينيتي، كميه غير معرفه يعني انفينيتي. زين هسه هنا الليمت ان لما تروح لما لا نهايه بالمثال الاول ان زائد الاس ناقص واحد على الاس ان على ان، اجي هنا ان على ان يعني اقسمه اسوي قسمين هذا حتى اجي اقدر بسهوله اخذ الليمت. وين عندي هسه اطبق الليمت؟ الليمت للعدد هو يبقى العدد نفسه، وهنا واحد على انفينيتي حيعطيني صفر. هسه صارت من اخذ الليمت لهاي الداله واحد زائد ناقص واحد لأس ان على ان، واحد زائد صفر ويساوينا واحد. اذا هاي الداله المتتاليه هي كونفرجنس. اخذ المثال الثاني الليمت لما ان تروح لما لا نهايه واحد ناقص اثنين ان. تتذكرون بوقتها من كنا اكو عده حلول شلون اطلع الليمت، اجي اشوف الداله هاي هسه قسمت على ان، اقسم على اكبر اس بالداله، وهنا عندنا احنا هسه متتاليه اكبر اس هو ايش قد ان اس واحد، فاقسم على ان. زين هنا اجي اطبق الليمت الها، الليمت واحد على ان هاي يعني واحد على انفينيتي صفر، هسه صفر ناقص اثنين على همن صفر زائد اثنين، فصار ناقص اثنين على اثنين. هنا المفروض نختف يعني يروح الليمت، سوري هنا بالكتابة خطأنا اي، فصار ناقص اثنين على اثنين يساوينا ناقص واحد كونفرجنس، يعني هنا بدون ليمت هنا سوري. المثال الثالث ليمت اثنين ان همن اجت قسمت على اكبر على جذر ان،
حتى تخلص من الجذر ان ان يعني شويه، فقسمت هنا 2 ان على جذر ان، فيبقى جذر ان 2 جذر ان زائد 1 على جذر ان على 1 على جذر ان ناقص 3. اجي اطبق الليمت، لما طبقت الليمت هنا 1 على انفينيتي 0 تبقى هنا ناقص ناقص 3، هنا من 0 2 جذر ان لما طبق الانفينيتي شو يصير؟ انفينيتي يعني بالناقص طبعا لانه هنا عندي اشاره الناقص، فصارت دايفرجنس يعني متباعده، عرفت؟ هنا لانه الاشاره الناقصه جتي من سالب 3، انتبهوا لي، لانه صارت 2 على ناقص 2 على ناقص 3 انفينيتي، العدد صار بالسالب. مثال الرابع هنا هم نفس الشيء، ناخذ اكبر اس، شنو اكبر اس عندي؟ هو ال ان الاس 4، فاقسمها ونفس الطريقه هم 1 على انفينيتي 0، هو هذا المبدا اللي عندنا هنا. هسه الخامس ان زائد 3 وعندي معادله بالدرجه الثانيه، اجي بالتحليل ان زائد 3 اجي، يعني احنا نقدر نستخدم الرياضيات في حل، يعني هو احنا رياضيات، فأبسط المسألة قبل ما أحلها، قبل ما أعوض الليمت، أشوفه أقدر أختصر شيء، أقدر أعوض عن شيء، يعني المسألة قبل ما تجي تحلها لازم تفكر بيها. فهسه هنا صارت هسه الليمت 1 على n زائد 2، أعوض الانفينيتي بالn يعطيني 1 على 0، فإذا هي متقاربة، ناهم نفس الشيء، بس بالبسط والمقام فرقت إنه التحليل التجربة. هنا عندنا السابع هم، عندي السابع مثلا ليمت ان الى ما لا نهايه قوسيه مضروبات، فاجي ابسط او اشي هنا ما قسمت ان زائد 1 على 2 ان صارت ان على 2 ان، فبقت 1 على 2 زائد 1 على 2 ان، بسطتها. اجي هسه اعوض على انفينيتي، وين اكو مكان اعوض به انفينيتي؟ هنا صار 1 على انفينيتي 0 وواحد على n هم صفر، فيبقى نص مضروبة بواحد. هنا الثامن، المثال الثامن، limit n لما تروح لما نهاية لما الرقم 0.9 مرفوع ال n، هذا شنو يعني؟ أنا أقدر أكتبه هو 9 على 10 بس لأنه مقلوب، يعني هو صار بالمقام، فتسعة يعني بالمقام يصير 9 على 10، أقلبه يصير 10 على 9. بهالحالة إنه إحنا تروح للإنفينيتي، زين. هنا التاسع همن، ليش التاسع هنا 1 زائد ناقص 1 للأس إن؟ أصور الدكتورة بينتكم أكو نظرية إنه الناقص 1 مرفوع للأس إن ليش يكون دايفر يكون غير موجود؟ يعني ليمت ما موجود، لأنه أما يصير ناقص واحد أو واحد، ناقص واحد أو واحد، فما يقترب اللي عدد، الليمت ما موجود، فيصير دايفرجنس، يعني لأنه إحنا قلنا شو وقت تكون دايفرجنس؟ أما تكون الليمت غير موجود أو يساوينا إنفينيتي أو ناقص إنفينيتي. هنا عندنا مثلاً أخذنا ساينش لين إن، أجي أكتب قانون الساينش إذا طبعاً تتذكرونه، إي الأس إكس، إكس هسه شنو عندي؟ لين إن، القانون الساينش إكس، يعني هي مرفوع، شو يساوينا؟ إي إكس ناقص إي ناقص إكس، إكس هسه أنا شو عندي هنا؟ لين إن، فأجي أعوضها، نبسط المسألة، هنا إي للأس لين إن، يعني شنو؟ الإي ويا لين تروح تبقى إن، هنا عندي لين ناقص لين إن. رفعت الان الان رفعتها سالب واحد، والاي وهي اللي تروح، فيبقى هسه ان ناقص واحد على ان، هنا عندي لما تساوينا ان ما تروح ما نهايه ان ناقص واحد على ان على اثنين، نعوض على الان هذه، طبعا ان ما زال هنا موجوده، هاي صفر صفر واحد على ان صفر، بس هنا ان نعوضها انفينيتي فصير دايفرجنس. عندنا قانون لوبيتال، لوبيتال
مختصر مفيد، لأنه الدكتورة هما شفتها يعني هواي كاتبة عليها نظريات وتعاريف، بس أنا حاطيكم الملخص مالتها. إذا في حالة الليمت الليمت اللي دالة عدة دالتين اف اوف اكس مثلا وجي اكس، هاي من أجي أخذ الليمت لهاي الدالة الاف اوف اكس أو جي اكس يساوينا صفر أو يساوينا انفينيتي، ها لما أجي أخذ بهالصيغة ليمت يعني اف اوف اكس على جي اكس يساوينا صفر على صفر أو انفينيتي على انفينيتي أو انفينيتي ناقص انفينيتي أو انفينيتي ناقص صفر، أكو حالات عندي. أو وتكون طبعا الشرط الثاني إنه تكون الليمت ما يكون موجودة، فأقدر أجي أشتق، أقدر من أجي أخذ ليمت اف اوف اكس على جي اكس أجي أشتق الدالة اف اوف اكس وأشتق الدالة جي اكس وبعدين أعوض عن الليمت لما مثلا اكس تروح السي أجي أعوض عن سي بالدالة. هاي الأمثلة اللي حتوضح لكم هاي الفكرة مالتها. عندي هسه ليمت ان لما تروح المال نهاية ان على 2 لأس ان، زين أنا لما أجي أعوض عن انفينيتي إيش راح يصير هسه؟ ان انفينيتي راح يصير انفينيتي على انفينيتي، صح لو مو صح؟ فتقول هسه تكون متباعدة، بس أنا أجي أقدر أحلها، أجي أشتق الان، مشتقة الان اللي هو نعتبر مثلا اكس لأس واحد، هسه ان أشتقها يساوينا واحد، 2 ان أجي أشتقها يصير 2 ان لن 2 ويساوينا صفر، وبعدين هي ما زال صفر فهي كونفرجنس متقاربة. زين السؤال الثاني، المثال الثاني 3 ان على ان تكعيب، هنا اشتقيتها عادي 3 ان هم نفس الشيء لن 3 هنا 6 اشتقيتها 3 ان اشتقيتها هنا اكثر من مرة طبعا حتى لانه بعدها الانفينيتي اشتقيت اكثر من مره حتى انه احصل انه هي انه اتخلص من ان بالاس، يعني شلون انه اتخلص من المعادله انه تبقى انفينيتي، بس هي لحد انه اخر شيء يعني احنا اتخلص انه انفينيتي على انفينيتي ما اريد هالمشكله، خلي تكون متباعده بس المهم انه انا ما احصل على انفينيتي على انفينيتي. هنا ليمت المثال الثالث ليمت ان مضروبه بقوس 1 ناقص كوساين 1 على ان، هذه اجي اعتبر ان داله وبين قوسين 1 ناقص كوساين 1 على ان داله، يعني تعتبر عندي دالتين، فاجي شو اسوي؟ ان اجي اكتبها اقدر اكتبها اقلبها، يعني اسوي 1 على ان اخليها بالمقام 1 على ان، انا هاي اذا ارجعها ترجع ان مضروبه بالقوس، فأجي أسويها مقلوبها وأجي أخذ الـ أشتقها، ورا ما أشتقها أجي بعدين شوف هنا أختصر واحد على أن تربيع ويا هذا القوس اللي فوق اللي بالبسط والمقام أخلص من عنده واحد على أن تربيع، يبقى أنا ساين واحد على أن من أجي أن إنفينيتي يساوينا صفر ويساوينا كونفرجنس. هنا لما أجي المثال الرابع ليمت أن لين أن هم أجي أشتقها، هاي بصورة عامة يعني خليت لك السي مو رقم وإنما بصورة عامة، أجي أشتق لن أن شقد واحد على أن، أجي أشتق لن الأن سي سي أن سي ناقص واحد، وأجي أعوض عن أن إنفينيتي عادي وين ما تكون أن. هنا لن مثال الخامس لن أن زائد واحد أجي أشتقها شو يصير؟ واحد على أن زائد واحد، والجذر ان نعرف شلون ان للاس نص، بعدين اجي اشتق شو يصير؟ نص ان ان ناقص نص، فيصير الجذر بالمقام. هنا المثال السادس همن شلون ذيك الساعه اقلبها، يعني اعتبر جذر ان هي داله وساين واحد على جذر ان داله، يعني شلون داله اف اوف اكس وجي اكس، اجي هسه أقلب الجذر أن أخليها لي يعني بالمقام، بس شلون أخليه بالمقام؟ يصير مقلوبة واحد على جذر أن، وأجي هم نفس الشيء أشتق الساين، مشتقة الساين هي كوساين واحد على جذر أن في مشتقة داخل مشتقة الزاوية، يعني
هنا وهنا هم شوفي شلون اختصرنا، هنا اختصرنا الواحد على اثنين ان للأس ثلاثة على اثنين، اختصرناها بالبسط والمقام، يبقى لنا بس الكوساين وأخذ الليمت إلها. هنا المثال السابع، هنا عندنا شنو هو ثلاثة ان زائد خمسة ان مرفوع للأس واحد على ان. اجيت السواد أخذت لها إكسبونشيال واللين، من أجي أخذ إكسبونشيال واللين يعني واحد يلغي الثاني، شلون نأخذ المرافق، شلون أضرب بالمرافق البسط والمقام. هنا من أخذ الإكسبونشيال واللين يعني واحد يلغي الثاني، فأنا ما أجي أقدر ألعب بالمعادلة وأضيف شيء زايد، لا أنا أحاول إنه أحافظ على المعادلة، فمن أسويها لين إكسبونشيال وبعدين لين يعني أنا دا ألغيها يعني، بس هسه أجي أعزل الإكسبونشيال على صفحة وأدخل اللين على القوس عندي. شو استفاديت من عنده؟ أجي أستفاد من الخواص مات اللين، إذا كان مرفوع للأس واحد على أن يعني شنو هو؟ يعني مضروب، أجيب الأس يعني مضروب في اللين. نعم شوفوا واحد على أن نزلت أن هسلي جوا بالمقام، فصار عندي هسلين ثلاثة أن زائد خمسة أن. أجي هسي سويت لها اشتقيتها، أعتبرها كدال، هسي اشتقيتها هنا ثلاثة أن هسي هنا ثلاثة ان على خمسة ان لين ثلاثة زائد هنا وحدة مقامات، أخذت المشترك بيناتهن، لا هنا بالمقام اللي بالمقام اللي بالبسط نزلت اللي جوا. وبسطت هنا، بعدين اجيت اخذت الاكسبونشال الهن يسوينا اكسبونشال لين خمسة ويسوينا خمسة اخر شيء، وهاي الدالة تصير كونفرجنس. الى هنا انا خلصت المحاضرة، شكرا جزيلا.